حبة الطماطم بتاعتنا هتحتاج ان الطماطم تكون متقشرة، فانا عايزة ايه، بس بشقها كده من هنا وهنزلها في مية مغلية علشان على ما نبتدي فيها. انتوا بتقولوا ايه عشان انتوا حاضر اهي. اوكي ثانية واحدة، انا بحاول اقطع من هنا كده كده اهو، بس انا السكينة اللي عندي ما شاء الله تحفة، بهي بتمشي. قطعتها بس كده كده وكده. اوكي بنشقها يعني مش بنقطعها، ومية مغلية وهنزلها فيها عشان اعرف اقشرها. يلا بينا اهي، ميه سخنه ننزلها كده. الطماطم اللي حطيتها على النار علشان نشتغل فيها بيها في مربة الطماطم خلاص هنشيلها من الميه المغليه بعد 10 دقائق غليه. المفروض نحطها في ميه ساقعه على طول علشان نقشر القشره، سواء سبناها كده او حطينا لها ميه ساقعه، وده اللي انا هعمله دلوقتي، هتتقشر معانا بسهولة جدا. هحط لها شوية مية ساقعين كده حلوين، ويا سلام لو مية بتلج. ولما ترجعوا لي ان شاء الله هتلاقونا قشرنا الطماطم، لانه هبقى محتاجة اني اعمل كده واقوم بصوا اعمل كده اهو، اشيل القشرة بالشكل ده بمنتهى السهولة، عشان احنا مفتحين الطماطماية قبل ما تنزل في المية المغلية لمدة 10 دقايق. عايزه الطماطم بتاعتي اللي هشتغل فيها في المربى بالشكل ده. طبعا في المربات احنا بنتكلم في ان تقريبا شبه بعض، مقاديرنا هنا لطيفه جدا. تعالوا بقى اقول لكم، عندي نص كيلو طماطم، نص كيلو الطماطم هياخد مني قد ايه سكر؟ هياخد مني كوبايه ونص من السكر. نص كيلو طماطم ياخد نص، ياخد كوبايه ونص من السكر. زودنا بقى عندنا نص معلقه صغيره جيلاتين، حاطين حبيتين او ثلاثة من القرنفل، عصير ليمونة واحدة، معلقة كبيرة عسل جلوكوز، دي الحاجات اللي ممكن تكون او معلقة الخل تكون شوية جديدة او ما بنحطهاش في كل المربات. بعد ما قشرنا الطماطم بنعمل ايه؟ بنقطعها. لو عايزين تقطعوها من غير بذر او بالبذر براحتكم، احنا كده بنعمل كده. عايزين تفضوا البذر ويبقى لحم بس، تمام. بشيل كل الحتت الخضره دي. طبعا نقوا طماطم جامده ما تبقاش مستويه، مش عشان هنعملها مربى يبقى ناخدها مستويه، لازم نطمن ان الطماطم نظيفه ما فيهاش ولا طماطميه بايظه ولا طماطميه فيها اي مشكله. موضوع البذر ومن غير بذر دي حاجة ترجع لكم، إذا عايزينه من غير بذر أو ببذر دي حاجة عادية طبيعية، يعني ممكن تبقي أنت عايزاها بالبذر بتاعها عادي. إحنا نزلناها في مية مغلية، لو في حد لسه بيشوفنا دلوقتي، نزلناها في مية مغلية لمدة 10 دقايق مشقوقة كده من فوق عشان أقدر أشيل القشرة. شلنا القشرة، وده على فكرة بيضمن كمان تعقيمها، يعني هي كده الطماطم نفسها بقت معقمة، وزي ما احنا شايفين بنقطعها اي كلام، مربعات مثلثات اي حاجة، احنا كده كده هنعملها مربى بس تحسوها ماسكة نفسها لسه. بشيل كل حاجة بالشكل ده وبجهز الحلة بتاعتي عشان هحطها هي والسكر وكل المقادير مع بعضها، وهنسيبها على النار لحد ما تربط، وهوريكم لما بتربط بتبقى عاملة ازاي. بحب اديها شوية مية منها كده، ما صفيهاش من المية خالص عشان السكر يدوب بسرعة معي. يلا بينا هنزل كده بالطماطم بالشكل ده، هحط السكر النص كيلو بياخد كوباية ونص من السكر، ممكن تخليها كوباية وربع مفيش مشكلة، اذا حاسة انك مثلا عايزها تبقى سكرها قليل، بس السكر القليل ما ينفعش مع المربات،
يعني لينا ليميت، لينا حدود، ما بنقللش السكر وخلاص، والا مش هتبقى مربى. فده نص كيلو طماطم انا وزناه بالميزان، وحتى كوبايه ونص من السكر، مفيش ولا بق ميه هنحطه دلوقتي. المفروض انه اسيبها على النار كده شويه، قد ايه؟ مثلا حوالي 5 دقايق، اوكي؟ وبعد ال5 دقايق ابتدي احط الليمون والخل، هو ده ايه رد؟ والجيلاتين. ما بنحطوش في الاول، يعني 10 دقايق تبتدي تبك لسه ميتها وتبتدي تغلي، اقوم حاطه الخل والليمون والجيلاتين اخر حاجه، ما بنحطوش دلوقتي، اخر حاجه خالص قبل ما نقفل عليها بحوالي 5 دقايق، بقوم مدوبه الجيلاتين في ميه وبحطه في الاخر. عندي القرنفل ممكن احطه دلوقتي مفيش مشكله، ولو اني برضو المنكهات في الاخر. ايه؟ الخل معايا اهو، ده عسل الجلوكوز. اوكي، النكهات براحتكم، في ناس بتحب القرنفل وفي ناس بتحب القرفه، انا حاسه ان النكهه مع الطماطم الاليق والاحلى كانت القرنفل، فاذا تحبوا القرنفل اوكي، تحبوا عود قرفه خشب تمام. اديني ايه، حطيت الاتنين مع بعض، عايزاه بس تغلي عشان اوريكم التفاصيل في الاخر. يعني مثلا ايه، تعالوا هوريكم هنا، انا عندي هنا مش ما انا كده كده مش هعرف احط الجيلاتين، بصوا هحط المربى اخر خطوه خالص هتبقى هنا، فهحط لها جيلاتين، ادي جيلاتين كمان بيحافظ عليها، حط له ميه مغليه بالشكل ده او ميه سخنه، يعني نعمل كده، اختياري الجيلاتين، اذا مش عايزين تحطوه ما تحطوهوش، ولكن هو ايه، بيدي قوام وبيعتبر كانه ماده حافظه. نحط بقى كده شويه جيلاتين، ولما يبرد خالص كده اهو، نسيبه اخر 5 دقايق يغلي شويه، اخر 5 دقايق بالظبط، دي اخر خطوه بنعملها. بعد ما بتغلي بحط عصير الليمون، عصير ليمونه واحده، بحط معلقه من عسل الجلوكوز بالشكل ده كده، برضو بيفرق معانا كتير عسل الجلوكوز، بيخليها ما تسكرش، واسيب الكلام ده لحد ما توصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي. بصوا اللون هنا، والقطع الطماطم نفسها بتبقى عامله زي الحلويات كده اهي، ولما بتبرد الجيلاتين بيخليها تمسك في بعض ويكون الطبقه الجيلاتينيه دي، هي كده ربطت وكله تمام. تعالوا بقى ايه، نحطها في البرطمان. ما حطيناش الخل صح؟ دي معلقه الخل، معلقة صغيرة من الخل مع السكر، ليه نكهة كده في مربة الطماطم. يلا بينا، ادي البرطمان وادي المربى، برطماناتكم طبعا زيها زي المخلل كده تبقى ده. يلا بينا، بصوا بقى اللون في البرطمان عامل ازاي بعد ما قعدت حوالي ساعه الا ربع على النار، ممكن تزود عن كده على حسب انت، بس كده كده احنا لازم نهدي النار على نار متوسطه، تقعد ساعه الا ربع، تقعد ساعه، المهم ان هي توصل للون وللقوام اللي احنا شايفينه ده، ونطمن ان الطماطم استوت تماما. وطبعا السيرب بتاع المربى مهم جدا، وهو هيكون خفيف عشان احنا في الاخر حطينا الجيلاتين، بس الجيلاتين هيمسك وهيبقى تحفه.
اول ما يبرد هتبقى متماسكه جدا. ادي مربى الطماطم. يا رب ابقى عرفت اوصل المعلومه، عشان انا حاسه انه ايه المربى مش هتقدروا تشوفوا كل تفاصيلها، امتى خلصت، امتى محتاجه، بس اعتقد ان شاء الله يعني المعلومات تبقى وصلت. ادي المربى بتاعتنا بمنتهى اللطافه واللذاذه، عملنا مربى الطماطم واصبروا عليها نار متوسطه. خدوا بالكم من ان معلقه الخل مهمه، الجيلاتين مهم، الليمون، كل التفاصيل لو عملناها مش تاخد مننا وقت، وهنجرب حاجات جديده عادي.